السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده ان شاء الله تلخيص الجزء الثالث من الموسم الثاني من حكاية بطلنا راسل. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتدعي لاخواتنا في غزة. وبنسمع صوت قوي خارج المبنى، وبيتفاجئ الاستاذ هربرت اول ما بيسمع الصوت ده. بنرجع لبطلنا راسل وفرميليون، وبنلاقيه خارج دايرة المانا اللي هو عملها، وحواليه اثر هجوم من سحر البرق وسحر النار. وبيبتسم فرميليون وهو بيقول: على الرغم ان انا كنت حاطط على جسمي درع ما تقلش قوته عن الدايرة الخامسة، قدر يخرجني برا دايرة المانا اللي انا عملتها. وبنشوف بطلنا راسل قدر يستخدم سحر البرق وسحر النار في وقت واحد. وبنشوف الاستاذ هربرت وهو جاي يجري وبيزعق لفرميليون وبيقول له: انت بتعمل ايه؟ انا مش مصدق ان انت بتجبر راسل على القتال وهو لسه مخلص علاجه. بيرد عليه فرميليون بيقول له: ده تقليد برج اللهب القديم. بيرد عليه الاستاذ هربرت ويقول له: محدش بيعمل كده غير العواجيز قديم الطراز. بيرد عليه فرميليون وهو بيزعق: التقاليد دي مهمة لتثبيت قيم برج اللهب. ويرد عليه الاستاذ هربرت ويقول له: يبقى اعمدة الاكاديمية هتنهار لو ثبتت قيم زيادة. ويروح الاستاذ هربرت لبطلنا راسل ويقول له: انا بعتذر لك بالنيابة عنه وعن اللي حصل. ويرد عليه بطلنا راسل ويقول له: مفيش داعي للاعتذار يا معلم. وبيتكلم فرميليون ويقول: على كل حال المرشح الوحيد اللي نجح بعد الاختبار ده هو انت يا راسل. انت قدرت تجمع ما بين سحرين، سحر البرق وسحر النار في وقت واحد، وده مكتوم بسحر الأصل. غير كده تشكيل رمح النار مدموج بسحر البر اللي نتج عنه انفجار قوي. بالإضافة لده كله، أكتر شيء أنا اتفاجأت منه إن أنت قدرت تستدعي روح وتسيطر عليها وتستخدمها في الوقت المناسب بقوة أنا أعتقد إن هي في بداية تطورها. وبيتفاجئ الأستاذ هربرت ويقول له: راسل أنت قدرت تستدعي روح؟ وبيستدعي بطلنا راسل التنين الصغير وبيوريه للأستاذ هربرت. وبيمر الوقت وبنشوف بطلنا راسل في حفلة التخرج بتاعته وهو بيقول خطاب التخرج وبيتمنى لكل الطلاب انه يحققوا احلى. وبنروح ونشوف الاستاذ هربرت وهو ماشي مع بطلنا راسل وبيبارك له على تخرجه وبيساله عن الخطوه اللي هياخدها بعد كده. ويرد عليه بطلنا راسل ويقول له: بعد انضمام البرج اللهب هكمل في تحقيق هدف. وبيرد عليه الاستاذ هربرت وبيتمنى له التوفيق. وبنروح لغرفه بطلنا راسل وهو بيلم حاجته وبيستعد عشان يروح برج اللهب في العاصمه. وبيظهر له اشعار من النظام بيهنيه على تخرجه وبيقول له: جاري توزيع المكافئات. وبتطلع المكافاه خريطه تاني. وبيقول بطلنا راسل وهو بيفتح الخريطة وبيقول: خريطة زي المرة اللي فاتت، يا ترى تبقى فين المهمة المرة دي؟ وبيظهر له شعار من النظام انه يروح للمكان الموجود على الخريطة ويحل المهمة المتصلة. وبيبص على الخريطة ويقول: مستحيل، المكان ده انا عارفه كويس، دي الجزيرة المحرمة وممنوع دخول البشر فيها لانه مكان مليان بالوحوش السحرية القوية والمفترسة، واقل قوة لازم تمتلكها عشان تدخل المكان ده لازم تكون صاحب دايرة ستة. وبيقول بطلنا راسل: يا ترى ايه الحاجة اللي هلاقيها هناك؟ وهل يا ترى هتبقى قوية زي اخر مهمة؟ بيجي سؤال في بال بطلنا راسل وبيقول: هو انا بمتلك القوة دي ليه؟ هو ممكن يكون في هدف معين عايزين نوصل له وما اقدرش اوصل له غير بالقوة دي؟ بيوقف تفكير ويقول لنفسه: على العموم انا كده كده محتاج ان ابقى اقوى، لان في حاجات كتير عايز احميها على اي حال. وبنشوف عربية ماشية ورايحة ناحية العاصمة وبنعرف ان فيها بطلنا راسل وفرميليون. وبيتكلم بطلنا راسل ويقول له: معلش انا عندي سؤال. بيرد عليه فرميليون ويقول له: اسال. وبيقول له بطلنا راسل: هو مهمه الاستاذ هربرت كان ليها علاقه بالطائفه صح؟ ولو مهمته ملهاش علاقه بالطائفه ليه رجع في الوقت اللي هجمتنا فيه؟ ويرد عليه فرميليون يقول له: انت ذكي وسريع البديهه، كلامك صح، مهمه هربرت ان هو يراقب مجتمع الطائفه ويعرف مخططاتهم واماكن تجمعهم والهدف اللي عايزين يوصلوا له. بيرد عليه بطلنا راسل ويقول له: انا عايز انضم للمهمه دي. وبيستغرب فرميليون من طلبه وبيقول له: انت عايز تطارد سحرة الطائفة؟ وبيبص عليه ويفكر في نفسه يقول: معتقدش ان هو بيبالغ في تقدير قوته، والنظرة اللي انا شايفها في عينيه بتقول ان هو متأكد من اللي عايز يعمله. وبيضحك ضحكة همسية وبيقول: حسنا، لو كنت عايز تبقى شخص قوي لازم تمتلك حلم عظيم، انا هقول لسيدة البرج على طلبك. وبيشكره بطلنا راسل وقبل ما يكمل بيقول له: لكن بشرط، لازم تتقن السحر اللي انا هعلمه لك في طريقنا للعاصمة. وبيرفع قبضته وبيطلق فيها هالة من النار وبيقول له: التعويذة دي اسمها الحرارة الفائقة.
فائقة وتعتبر ضربة قاضية في المعارك الحاسمة، وبترجع قوتها لان انت بتركز كل السحر اللي عندك في ضربة واحدة، فهي بتكون اشبه بالنبلة لان انت بتجمع طاقة المانا كلها في نقطة معينة وبعد كده بتطلقها في ضربة واحدة قوية. وبيسأله بيقول له هتقدر تتعلمها، وبعد كده بيمر الوقت وبنشوف بطلنا راسل قاعد مع فرميليون وهو بيتعلم تعويذة الحرارة الفائقة، وبيعدي الوقت وبنشوف بطلنا راسل وهو بيتدرب على التعويذة وبيقدر يتقنها بالكامل ويتحكم فيها، وبنروح ونشوف انفجار ضخم في الجبل وبينتج عنه كمية ضباب من التراب، واول ما بينقشع الضباب بنشوف فرميليون وبطلنا راسل وبنعرف ان هو كان بيجرب التعويذة، والناتج من التجربة انفجار قوي وحفرة ضخمة وعميقة في الجبل، وبيتفاجئ واندهش فرميليون من اللي حققه بطلنا راسل في فترة قصيرة وانه قدر ينفذ التعويذة من غير اي صعوبة، وبيقول في نفسه بقالي فترة طويلة ما شفتش حد عنده ذكاء وموهبة زي كده، وبيقاطع تفكيره بطلنا راسل وهو بيقول له انه مش قادر يوقف ايديه عن الاهتزاز، وبيحط فرميليون ايديه على كتف بطلنا راسل وبيقول له انا عارف انت حاسس بيه دلوقتي، تعويذة ألسنة اللهب بتستهلك كتير من التركيز والمانا عشان كده لازم تخلي بالك من رد فعل الهجوم بعد ما تستخدمها. بيرد عليه بطلنا راسل وبيقول له يبقى فيها عيب لو استخدمتها مع شخص قوي لانها لو ما قضتش عليه فانا مش هقدر احضر هجوم تاني بسرعة، وفي اللحظة دي لو وجه لي هجوم هيقضي عليا. ويرد عليه فرميليون ويقول له الكلام ده مش صح، افتكر دايما ان افضل دفاع هو الهجوم القوي. ويعدي الوقت وبنشوف بطلنا راسل وصل للعاصمة والتحديد في المكان الموجودة فيه سيدة برج اللهب، وبيقول في نفسه بطلنا راسل احتمال ان انا اواجه شخص قوي ده احتمال ضعيف لكن برضه موجود، ممكن اخلي موضوع التعويذة دي كحل نهائي لو مفيش بدايل. واول ما بينزل من العربية بطلنا راسل بيبص قدامه بيتفاجئ من الشخص اللي بيشوفه، بيبص على واحد لابس نظارة وبيروح بينا المشهد وبنشوف بطلنا راسل وهو جنب سيدة البرج وبيشكرها على كل اللي عملته علشانه، وبيقولها بفضلك انا وصلت هنا بامان، بتقول له بالمناسبة موعد زيارتك صادف موعد زيارة سيد برج تاني، نعرف ان الراجل العجوز ده هو سيد برج الماء واللي جنبه ابو نظارة هو تلميذه، وبيقول سيد برج الماء انا كنت محتار قبل الميعاد ده ولا لكن انا كنت عايز اشوف التلميذ الجديد اللي انت كنت بتتفخري بيه دايما، وبترد عليه سيدة البرج وهي بتقول له اكيد طبعا ده قدر يواجه مشعوذين الطائفة ويتغلب عليهم وهو في السن الصغيرة دي، وعلى الرغم ان انا بتفاخر بتلميذي لكن انا برضو ما اتقارنش بيك. بيقول بطلنا راسل في نفسه ان تلميذ سيد برج الماء قدر ياخد لقب اصغر ساحر حقق 6 دوائر، غير كده قدم لي مساعدات كبيرة في حياتي السابقة، انا ما توقعتش ان انا اقابله بالطريقة دي ابدا. بيتكلم سيد برج الماء ويقول في اللي احسن منه، وطبعا بيقصد تلميذه، وبيحط فرماليون ايده على خده وبيقول في نفسه هيبداوا من جديد، وترد عليه سيدة برج الماء وهي بتقول له انت ناسي ان تلميذي اصغر من تلميذك، ويرد عليه سيد برج الماء ويقول لها هو ده اللي انا بتكلم عليه، وبتبدا بوادر ظهور معركه بين الاثنين، لكن قبل ما يحصل ده بيتدخل ابو نضاره وبيحط ايديه على كتف الراجل العجوز ويهديه ويقول له مفيش داعي ده كله، برضه ما تنساش ان انت معاك زياره للقصر الملكي فما فيش وقت لده، وبيروح لبطلنا راسل وبيسلم عليه وبيعتذره عن اللي حصل وبيقول له رغم الترحيب الحاد والمقابله الحماسيه دي انا سعيد ان انا قابلتك وبعتذر لك عن اللي حصل، ويسلم عليه بطلنا راسل ويقول له مفيش مشكله انا كويس لكن من المؤسف ان تنتهي المقابله دي بسرعه انا كنت بتمنى ان انا اوريك شويه من سحري، ويبص عليهم فرميليون وبيستغرب من كلام بطلنا راسل، ويضحك الراجل العجوز سيد برج الماء ويقول له انت شخص جريء، فجاه بتتغير ملامح وشه بيطلق مانا على شكل امواج من الميه ناحيه بطلنا راسل وبتلف حواليه وهو بيقول انا مش عارف انت جبت الثقه دي كلها منين، بيقول بطلنا راسل في نفسه هو ده سحر برج الماء انا حاسس اني جوه المحيط، وبيبتسم الراجل العجوز وبيقول في نفسه انت لسه قدامك طريق طويل، وبينادي على سيدة برج اللهب وبيقول لها ايه رايك نعمل رهان، بترد عليه وتقول له على ايه، ويرد عليها 5 سنين، خلال 5 سنين لو قدر تلميذك يوصل لقوتي فانا هديك اثر من الاثار الاسطوريه اللي معايا ايه رايك، بيقول بطلنا راسل في نفسه اثر اسطوري، وبنعرف ان الاثار الاسطوريه بيتم الحصول عليها من الحضارات القديمه القويه، واضعف اثر اسطوري بتتعادل قوته ب7 دوائر من المانا، بتقاطع كلامه سيده برج اللهب وبتقول له 3 سنين، وبيتفاجئ الراجل العجوز من كلامها، تلميذه هيوصل لمستواه خلال 3 سنين ايها الرجل العجوز الهرم، ولو ما حصلش ده انا اللي هديك القطعه الاثريه، وبيضحك الراجل العجوز وبيفتح ضبه على كلامها وبيقول لها تمام بس ما تزعليش وتسحبيش
تسحبي كلامك بعد ما تخسري. ترد عليه وتقول له ما تقلقش، بس انت عليك ان انت تحضر القطعة الاثرية اللي هتدهاني من دلوقتي. بيرد عليها الراجل العجوز وهو بيديها ظهره وبيمشي، بيقول لها المقابلة دي مقابلة حماسية. واول ما بيخرجوا بيتكلم ابو نضارة مع الراجل العجوز وبيقول له انت فعلا هتراهن على قطعة اثرية؟ ويرد عليه الراجل العجوز بيقول له طبعا لا. بيتفاجئ ابو نضارة وبيبص عليه الراجل العجوز ويقول له انت عليك ان انت تعمل ما في وسعك عشان ما يحصلش ده. بيرد عليه ابو نضارة ويقول له حاضر هعمل كل اللي تقول لي عليه يا معلمي. وبنرجع لسيدة البرج وهي تحتسي فنجانا من القهوة، وبتكلم صاحبنا راسل وتقول له على حسب كلام فرميليون فانت عايز تساعد في تعقب افراد الطائفة. وبيرد عليها بطلنا راسل ويقول لها اجل يا سيدي، وتكمل كلامها في الوقت المناسب انا كنت على وشك ان انا استلم تقارير الجواسيس وهم قدروا يلاقوا المكان اللي توجهت فيه افراد الطائفة اللي حاولوا يهاجموا الاكاديمية وهو موجود في مدينة اسمها صدرة، وان الجواسيس قدروا يتابعوه وهو بيهرب لوحده لحد ما وصل المدينة دي. ويقول بطلنا راسل في نفسه مدينة صدرة ملقبة بجنة المجرمين قدر يختار مكان مناسب عشان يهرب ليه. وبتتكلم سيدة البرج وتقول له بما ان انت واجهت المهاجم قبل كده فاعتقد ان هيكون تعقبه سهل بالنسبة لك، لكن لمعلوماتك الوغد ده هيكون مستعد عشان يهاجم مرة تانية ويدافع عن نفسه بقوة. وبتقول له السؤال هنا انت لسه عايز تخاطر بتولي المهمة دي؟ ويرد عليها بطلنا راسل ويقول انا لازم ادي واجبي كاحد حراس المملكة. وبتندهش سيدة البرج من اجابته وبتبتسم وتقول له فهمت، تقدر تتحرك بكرة الصبح اخليهم يجهزوا لك بوابة الانتقال وما تنساش تاخد معاك شوية امدادات. وبيقول بطلنا راسل في نفسه دي حاجة مطمئنة ان هي ادتني الاذن ان انا اروح، ودي بالنسبة لي تعتبر الخطوة الاولى في انقاذ الاستاذ هيربرت. وبينتقل بينا المشهد ونشوف بطلنا راسل وهو في العربية اللي هتودي وبيقول في نفسه انا مش مصدق ان هم ادوني جرعتين من اعلى درجة، كانوا غاليين لدرجة ان انا في حياتي السابقة ما قدرتش ابص عليهم حتى. وبيسرح وبيبص من الشباك، واول ما بيبص من الشباك بيندهش ويشوف المتحف اللي كان فيه قبل كده واللي بدأت فيه كل حاجة. وبيقع في العربية وبيقول للسواق انا هنزل هنا شوية، وبينزل ويروح المتحف وبيدخل فيه وبيقف قدام قلب التنين وبيقول هنا ابتدت كل حاجة، مرة وقت طويل من اخر مرة كنت فيها هنا. ويقول كنت بفكر طول الوقت ده واسأل نفسي سؤال ليه حصلت لي انا المعجزة دي، ووصلت لاستنتاج خاص بي انا وهو ان انا ازيد من قوتي عشان اقدر احمي ناس اكتر. واول ما بيخلص كلامه بيجيله اشعار من النظام بمهمة جديدة وهي تأمين قلب التنين الموجود في المتحف. واول ما بيخلص قراية المهمة الاولى بتجيله مهمة تانية بتقول المهمة التحول لتنين استخدم قوة التنين وفقا لارادتك. وبيبص بطلنا راسل على المهمتين اللي بيقوله وبيقول النظام ده كريم جدا جايب لي مهمتين في نفس الوقت. ويقول في نفسه عشان اقدر انفذ المهمة الاولى لازم اقدم اسهامات عظيمة للامبراطورية عشان اضمن ان انا احصل على حاجة تنتمي للعائلة الملكية. الموضوع ده ممكن يكون صعب بس مش مستحيل، ده بالنسبة للمهمة الاولى. والمهمة التانية انا مش عارف ايه التحول للتنين. ويقعد يفكر في المهمة وبيقطع تفكيره ده رسالة من النظام شرح تحول التنين. واول ما بتختفي الرسالة بتنفجر طاقة مهولة من جسم بطلنا راسل وبتبتدي ملامحه تتغير. بيقول في نفسه انا حسيت الاحساس ده قبل كده، هو زيادة في السحر والقوة في وقت الخطر. وبينتبه لحاجة وبيبص على الازاز اللي بيعكس صورته وبيستغرب ملامحه ويقول هو ده انا. وينتقل بينا المشهد وبنشوف بطلنا راسل وهو في الغرفة بتاعته وهو قاعد يفكر في المهمتين اللي جوله من النظام. وبيقول لنفسه لو قدرت اسيطر على الشعور اللي بيجيني لما احفز قوة التنين ممكن اقدر ازيد القوة بتاعتي بالاضافة للحرارة الحارة عشان اطور تحول للتنين، حتى انا ممكن اقوي الضربة القصوى بتاعتي وخليها تقترب من الدائرة الست. وينام على السرير وبيقول المشكلة ان انا مش عارف طريقة عشان اتقن بيها التحول ده، كل اللي اعرفه عنها ان هي بتظهر وقت الخطر بس، زائد ان انا ما عنديش وقت عشان اتدرب بسبب المهم ولا مكان محدد عشان اقدر اتدرب فيه. وبيسمعوا التنين الصغير وبتجيله فكرة مستر سلطع عندي فكرة ماذا افعل؟ وبيحاول ينبه صاحبنا راسل عشان يقول له الفكرة دي. وبطلنا راسل سرحان في المشكلة اللي هو فيها وبيحاول يفكر لها في حل. بتعصب التنين الصغير عشان ما بيردش عليهم طنشه فبيولع فيه وبيقوم وبيبص على التنين الصغير وبيستغرب من اللي عمله، والتنين الصغير متعصب وشغال يكلم فيه. بيفهم بطلنا راسل كلام التنين الصغير وبيقول له انت تقدر تساعدني، والتنين الصغير بيرفع ايده ويهز دماغه ويقول له طبعا. وبيقعد بطلنا راسل وبيطلع التنين الصغير فوق
فوق دماغه وبيبتدي يغمض بطلنا راس عينه، واول ما بيفتحها بيشوف قدامه عالم الارواح وبيقول لنفسه عالم الارواح ايوه هو ده المكان اللي قابلت فيه التنين الصغير. والميزه في العالم ده ان تدفق الوقت بيبقى هنا مختلف عن العالم الخارجي، ممكن يكون ده المكان المثالي عشان اتدرب فيه. بس المشكله الثانيه ان انا ما عنديش شريك للقتال عشان اتدرب معاه. بينتبه لحاجه وبيبص وراه وبيتفاجئ بتنين عملاق واقف قدامه، وبيتفاجئ بطلنا راسل اول ما بيشوفه وبيبص عليه ويقول التنين الصغير، ونعرف ان ده تنين صغير بس بالحجم الكبير. بيقرب منه التنين الصغير وبيطبطب عليه بطلنا راسل وبيقول له انا فرحان ان انت بتساعدني بس التدريب معاك انت بس. وقبل ما يكمل الكلمه بيلاقي ارواح من الوحوش التانيه حواليه. بيتفاجئ بطلنا راسل اول ما بيبص عليهم وبيقول هو ده المكان المثالي اكيد، وبيلاقي روح محارب جايه ناحيته وروحين من ارواح الوحوش الاسطوريه جايه وراه. وداعي يا دم اشوف وشك على خيرت وبيبص عليهم بطلنا راسل وهو بيقول انت عاوزها مدعكه، انت عاوزها مدعكه يا مجرم، وبيبتدي يسخن عشان يستعد للمدعكة. وبنسيب بطلنا راسل وبنروح للمكان الموجودين في جواسيس سيدة برج السحر، وهم بيقولوا ان افراد الطائفة الهاربين خرجوا بره حدود المدينة، المفروض ان احنا نتابعهم. القائد بتاعهم بيقول لهم استعدوا عشان هنروح وراهم، وبيبص على الحاج جاكسون وبيقول له انا بعتمد عليك عشان تبلغ التطورات الجديدة لبرج اللهب واي طوارئ تحصل. وبيرد عليه الحاج جاكسون ويقول له تمام بس كونوا حذرين. وبيرد عليه قائد المجموعة وبيقول له ما تقلقش عشان احنا وصلتنا اخبار من سيدة البرج ان تلميذها بنفسه هيجي يساعدنا في المهمة ويدعمنا. على الرغم من كده انا ناوي اخلص المهمة قبل ما يوصل لنا، وبيقول للوراء هيا بنا يا رجال، وبيسيبوا المكان وبيمشوا. وبيمر الوقت وبيعدي 3 ايام وبنشوف الحاج جاكسون وهو واقف قدام بلورة الاتصال وهو بيقول ان فريق الاستطلاع كله اختفى ومفيش ليهم اثر غير اخر مكان تتبعوا فيه افراد الطائفة. وبنسيبه ونروح لمدينة سدرا وبنشوف بطلنا راسل وصل فيها، بيلاحظوه شخصين ويبصوا عليه ويقولوا الشخص ده مش من هنا واحنا اول مرة نشوفه. وبنشوف بطلنا راسل وهو ماشي في المدينة وبيقول في نفسه انا بقالي اسبوع بتدرب في عالم الارواح، لكن الوقت اللي مر علي في عالم الارواح خلال تدريبي كان بيساوي شوية شهور، وفي الفترة دي نجحت ان انا اكثف القوة بتاعتي وازيد من قوة تحملي، وعلى الرغم من كده برضو بتقابلني شوية مشاكل بحاول احلها، واكبر مشكلة بتواجهني لحد دلوقتي هي الوقت. لو جمعت قوتي ووحدتها ووصلت لاقصى طاقة ليها ما بعرفش احافظ على اندفاع المانا ده اكتر من 15 ثانية، والوقت ده قليل بالنسبة لمعركة طويلة المدى. ينتج عن كده مشكلة تانية وهو ضعف الدفاع، فانا في اللحظة اللي بفقد فيها طاقتي بيبقى دفاع ضعيف واقل هجوم ممكن يسبب لي ضرر، وبيبقى تأثيرها زي التعويذة اللي اتعلمتها من فيرميليون هتديني نفس ضعف قوة الدفاع لو قابلت شخص قوي وما قدرتش اتغلب عليه في هجوم واحد بس. بيقطع تفكيره ده عصاية بتنزل قدامه وبتوقفه. وبنشوف الشخص اللي مسك العصاية وهنسميه خشبة وبيقول لبطلنا راسل بنظرة شريرة انت تهت ومش عارف الطريق بتاعك، انا ممكن اوصلك للطريق اللي انت عايزه بس لو كنت متعاون معايا. وبيبص عليه بطلنا راسل وبيقول له تمام انت جيت في الوقت المناسب. وبنسيبهم ونروح للمكان اللي كان فيه جواسيس برج اللهب قبل ما يمشي. وبنشوف خشبه وهو معمول معاه صح ومضروب وطالع ميتين اهله، وبيقول لبطلنا راسل مرحبا بك في حي الصفر، وبيقولوا له وهم بيحترموه احترام مبالغ فيه فلتحظى برحله امنه ومريحه يا زعيم. ويبص عليهم بطلنا راسل وهو بيقول لهم غرياد انت وهو من هنا دلوقتي، وبيسيبهم وبيدخل جوه وبيقعد وبيلاقي الحاج جاكسون قدامه وبيقول له طلبك ايه، ويقول بطلنا راسل الطلب بتاعه وبتبقى كلمة السر اللي متفقين عليها في برج اللهب. وبيفعل بطلنا راسل سحر عازل للصوت عشان محدش يسمعهم وهم بيتكلموا، وبيتكلم الحاج جاكسون وبيعرف نفسه وبيقول له انا ساحر متعاقد مع برج اللهب، غير كده انا مسؤول برضو عن تمويه المكتب السري. ويرد عليه بطلنا راسل وبيعرف نفسه وبيقول له انا راسل ريموند من برج اللهب، ليه ما نغيرش المكان عشان نتكلم باريحية اكتر. وبنشوفهم هما في ظهر المبنى وبيقول له بطلنا راسل يعني انت بتقول ان فريق الاستطلاع اختفى من 3 ايام صح؟ وبيرد عليه الحاج جاكسون ويقول له تمام صح، وطبقا لاخر تقرير هما راحوا المكان اسمه اثار مفاز، وده اخر مكان وصل ليه افراد الطائفة الهاربة واختفت اثار المتعقبين معه. ويرد عليه بطلنا راسل وبيقول له هما ما شكوش ان ده ممكن يكون فخ، ويرد عليه الحاج جاكسون ويقول له فرقة المتعقبين دول اشخاص مش متهورين عشان يقعوا ضحية فخ زي
زي كده. ويرد عليه بطلنا راسل وبيقول له انت معاك خريطة للمكان او للاثار دي؟ بيرد عليه جاكسون انت قصدك ايه بالكلام ده؟ بيرد عليه بطلنا راسل وبيقول له احنا لازم نكتشف اللي حصل ليهم. بيرد عليه الحاج جاكسون ويقول له مش ده المكان اللي تقدر تروحه لوحدك، غير كده بقول لك في كتيبة كاملة اختفت هناك، زائد ان موقع المكان ده على حدود الامبراطورية، وانت لو مستنيتش الدعم ممكن. وقبل ما يخلص كلامه بيفكر بطلنا راسل وبيقول في نفسه هو بيستقل بيا. فجأة بتبتدي طاقة تخرج من جسم بطلنا راسل وبتنفجر منه هالة مخيفة بتخلي جاكسون يخاف ويخر متركعا على الارض. وبيتكلم بطلنا راسل ويقول له انت عندك مانع ان انا اروح لوحدي قبل ما يجي الدعم؟ وبيصدم جاكسون من قوة بطلنا راسل ويقول القوة دي اكيد مساوية للدرجة الخامسة او اعلى، ازاي قادر يتحكم بكل الطاقة دي؟ ويقوم جاكسون من على الارض وينفض هدومه وبيعتذر ويقول له هقول لك على المكان واي تفاصيل انت تحتاجها. جابورا. وبنروح المكان اللي فيه افراد الطائفة الهاربة ونشوف الساحر اللي استخدمه صلعت كدرع بشري ليه وهرب بعد المعركة وهو نص سوا. بيكلم اتنين قدامه وبيقول لهم انا نفذت كل اوامركم وخليتهم يتتبعوني لحد هنا. بيرد عليه واحد من الاتنين اللي قدامه بيقولوا له تمام كده اي حد هيجي هيقع في الفخ ونقدر نقضي عليه. وبنشوف بطلنا راسل وهو على حدود المدينة وقدر يوصل للمكان المختبئين فيه افراد الطائفة الهاربة ويقول في نفسه الاثار دي اكبر مما كنت اتوقع. بيلف حوالين المبنى اللي قدامه وهو بيبص على المداخل وما بيلاقيش غير مدخل واحد للمبنى ويقول في نفسه انا حاسس بنية قتل خبيثة موجودة جوه المبنى، ولو كان الهدف من المهمة دي ان انا الاقي افراد الطائفة الهاربة كنت هدمر المبنى ده بالاطلال اللي حواليه وهقلبها عليها وطيها، لكن السبب اللي منعني من كده ان ممكن تكون الكتيبة موجودة جوه. وبيقول كده انا ما قداميش غير حل واحد ان انا لازم ادخل جوه المبنى، مع العلم ان انا ممكن بكون رايح ناحية فخ برجلي. وبيضخ المانا في رجله وبيفعل السحر عليها وبينط على المباني لحد ما بيوصل لفوق المبنى وبيلاقي مدخل من فوق وبينزل من المدخل ده لجوه المبنى وهو بيقول يلا نكتشف المكان. وقبل ما ينزل على الارض بيفعل سحر الرياح عشان ينزل بامان. بيقول في نفسه انا افتكرت ان انا هلاقي فخاخ هنا. وبيبص حواليه وبيلاقي جدارية مرسومة على الحيط تنين وجنبه فارس ماسك سيف وبيحاربوا مع بعض. بيقاطع تفكيره ده صوت ضحكة هبلة بيقول لقد فاجأتني. ويتعجب بطلنا راسل من الصوت اللي سمعه بيقول في نفسه ادينا بدأنا. وبنعرف ان اللي بيتكلم ده نصه وبيقول اخرتها بعتلي طالب من الاكاديمية عشان يطاردني، توفرت عليا كتير بجيتك وكشكر على امتناني محلي ان انا ادوقك الجحيم. وبتبتدي تخرج هياكل عظمية محاربة وبتحاصر بطلنا راسل. بيرد على كلامه بطلنا راسل بيقول له خلي الكلام ده لحد ما هربش وديله بين رجليه. وبيتعصب نصه وبيقول له ايها الوغد، وبيأمر الهياكل العظمية المحاربة ان هي تهاجم عليه وبيروحوا يهاجموا على بطلنا راسل. ويقول نصه في نفسه ان الهياكل العظمية دي كلها هياكل محاربة قوية قوتهم بتختلف عن الهجوم اللي كان في الاكاديمية. بيضحك ضحكة سامجة ويقول هقضي عليك. وقبل ما يخلص كلامه بيضرب بطلنا راسل رجله في الارض وبيفعل حاجز النار وتحوطه قوة جبارة من النار. ويقول له نصه انت هتستخدم نفس حركات المرة اللي فاتت. وبيبتسم بطلنا راسل ابتسام الثقة وبيقول له لا دي مختلفة شوية عن المرة اللي فاتت، خلينا ادوقها لك. بيرفع ايده وبتظهر نقوش حواليها. ويقول بطلنا راسل في نفسه انا كنت بتدرب خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، من الحاجات اللي قدرت اوصل لها ان انا ضاعف قوة حاجز اللهب وقدرت ادمج معاه مهارة تانية وهي نفحة الجحيم، وبيطلق طاقة جبارة من ايده. واول ما بيطلق الطاقة دي بيتوسع مجال حاجز النار وبيحرق اي حاجة يلمسها وحرفيا بيدمر كل حاجة في طريقه، واي حاجة بتدخل في مجال الحاجز بيحولها رماد. وبيراقب نصه من بعيد كل اللي بيحصل، واول ما بيشوف ان الهجوم دمر كل الهياكل بتاعته بيتشل ووشه بيتقلب اكتر ما هو مقلوب. بنشوف ظل بطلنا راسل وهو بيظهر من وسط الدخان وبيبص على نصه وبيقول له لقيتك. وبترعب نصه ويقول هو عمل ايه ده؟ قدر يدمج السحر مع مانة النار وقدر يخرج منها قوة تدميرية دمرت كل حاجة حواليه. بيخاف نصه وبيقول لازم اهرب دلوقتي، لازم اهرب حالا. قبل ما يهرب لا بطلنا راسل جه في وشه وبسحر الانتقال وبيوجه له لكمة وبيقول له فات الاوان. بيحصل انفجار قوي من قوة الهجمة عليه. وبنشوف نصه وهو على الارض من قوة الضربة وهو متكركع على الارض ومش قادر يقوم وهو بيقول اللعنة خلصت كل طاقتي. وبيمشي ناحيته بطلنا راسل وبيبص عليه وبيقول له انت كان عليك ان انت تستعد للموقف ده. وبيضحك نصه وهو بيقوم وبيقول له انت فاكر ان انا ما عملتش كده؟ انا رهنت بحياتي، مش كده بس انا رهنت بحياة عائلتي كلها. بيزعق وهو بيقول انا رهنت بكل حاجة امتلكها. فجأة بيدخل من المدخل اللي دخل منه بطلنا راسل شخصين وهنسميهم املا وبقى. بيوجهوا ناحية بطلنا راسل هجوم قوي وبيتفاجئ بطلنا راسل
من اللي بيشوفه، وبينتج عن الهجوم اللي هجموا بيه على بطلنا راس الانفجار قوي، وضباب من التراب بيغطي كل المكان اللي كان فيه بطلنا راس قبل الهجوم. اول ما بيخلصوا الهجوم على بطلنا راس بيقولوا ده طلع ضعيف، ما استحملش غير هجوم واحد بس، وبيضحكوا عليه وبيقطعهم نصه، وهو بيقول لهم اللي انتوا بتداريوا عليه ده هو هدفنا من برج اللهب. بيتفاجئوا ويتعصبوا بقى واملى، وبتقول تلميذ تلك العاهره اللعين، ويظهر بطلنا راس من وراهم وهو مفعل درع المانا. بيقول بطلنا راس وهو بيلغي درع المانا قذرين حسالة امثالكم يجرؤون على ذكر معلمتي. بيتعصب من الكلام اللي سمعه، بتتغير ملامحه وبيظهر له شعار من النظام بمهمه جديده، وهي انه يقبض على واحد من الثلاثه او يخلص عليهم كلهم. وبيبص عليه الثلاثه وبيقول بقى انا مش هموته بسهوله، لو موته بسرعه هتبقى بالنسبه له موته مريحه. وبتضحك ضحكه متخلفه امله وبتقول عندك حق، احنا مش هنموت، انا بعد قتلك هحولك لدميه متحركه ولارسلنك راقصا امام برج السحر. وبينادي بقى على نصه وبيقول له اقفل كل المخارج وما تسيبش اي مخرج مفتوح. وبتتجمع اجزاء من الهياكل العظميه وبتسد كل المخارج الموجوده. بتضحك امله وبتقول موتك هيبقى على ايدي، مفيش مفر منه. ويقول بطلنا راسل في نفسه على عكس الاعداء اللي كنت بواجههم قبل كده، دول بيواجهوا مباشر مش بيختبوا في الظل ويهاجموا من بعيد. بتزعق امله وتقول له لو انت مش هتهاجم هجيلك انا وهاجم عليك. ويقول لهم بطلنا راسل قبل ما نبدا في سؤال واحد عايز اساله، ايه اللي حصل لفريق الاستكشاف اللي كان هنا؟ وبيستغرب بقى من سؤاله وبيقول فريق استكشاف؟ وتقول له امله انت عايز تكسب شويه وقت لنفسك وبتهجم عليه. وبيقدر بطلنا راسل يتجنب الهجوم بسهوله وبيقول هو ممكن يكونوا مش عارفين حاجه فعلا عن فريق الاستكشاف. بيقطع تفكيره ده هجوم جاي ناحيته من بقى، وبيشوف بطلنا راسل والهجوم جاي عليه، وقبل ما يوصل له بيقدر يتفاداه ويتجنبه. بيفكر بطلنا راسل في نفسه وبيقول هم فعلا ما يعرفوش حاجه ولا هم بيتظاهروا بالجهل، مهما يكون في دايما طريقه لاكتشاف الحقيقه. وبنشوف امله وهي بتهجم على بطلنا راسل، وقبل ما يوصل له الهجوم بيفعل سحر النار على ايده وبيستدعي رمح النار وبيوقف هجومها ويدمره. بتتفاجئ امله من قوته وبتقول في نفسها ده يقدر يصدها، وبيتكلم نصها من وراها ويقول لهم دي المهاره اللي دمر بيها الهيكل العظمي العملاق. وبتضحك امله ضحكه الجوكر وهي بتخرج منها طاقه ملعونه، بتقول المعركه دي بتزيد مرح واثاره. بتضم ايديها وتجمع طاقه ملعونه وبتشكل ايد عملاقه بيها، وبتجمع كفين الايد العملاقه وبتعمل بيها قبضه قويه وبيحوطها طاقه ملعونه. واول ما تكون القبضه دي بتقول دم، وبيبتدي كفين يندمجوا مع بعض ويكونوا رمح مخلب الجحيم، وهي بتقول خلينا نشوف انه الرمحين اقوى. وبتستعد للهجوم وهي ماسكه الرمح في ايديها، وبتجري ناحيه بطلنا راسل عشان تهجم عليه. وبيقول لها بقى ما تستعجليش وما تتحركيش من دماغك، وترد عليه وهي بتجري زي الهبله، الجبناء امثالك بيحسسوني بالعار لما بيكونوا معايا. وبيستعد بطلنا راسل برمح النار عشان يواجه الهجوم اللي جاي ناحيته. واول ما بيتواجه الرمحين مع بعض بيصدر منهم نور قوي وطاقه مهوله، وبتزيد المواجهه بين الرمحين، وفجاه بينطلق رمح النار بقوه مهوله وبيدمر رمح المخلب، ويكمل رمح النار ناحيه املا وبيطير لها دراعها، وبتمسك فيها نار الرمح وما بتعرفش تطفيها، وهي بتصرخ وتقول جلدي، وبتقول لبقى الحقني، وفعلا بيلحقها بقى وبيطير لها دماغها. وبيتفاجئ بطلنا راسل وبيتصدم من اللي حصل وبيستغرب، وبيقول بقى غبيه قلت لها ما تتحركيش من دماغي. بينادي على بطلنا راسل ويقول له انا بعترف بقوتك واني استخفيت بيك في البدايه. بتنفجر منه طاقه ملعونه شديده وبيقول عشان كده انا هواجهك بكل قوتي. بيبص عليه بطلنا راسل بنظره لا مبالاه، بيجمع بقى الطاقه الملعونه حوالين جسمه وسلاحه وبيعمل عصار قوي حواليه، وبيقول انا مش هوفر قوه في تدميرك وهدمرك بكل ما املك. ويوجه هجومه وسلاحه على بطلنا راسل وبيحاصره من كل حته، وهو بيقول له مهما كنت موهوب مش هتقدر تصد هجوم جايلك من كل نحو. وقبل ما يكمل كلامه بيختفي بطلنا راسل بسحر الانتقال وبيظهر وراه، واول ما بياخد باله بقى بيبص وراه بيلاقي بطلنا راسل واقف وراه وبيستعد للهجوم عليه، وما بيلحقش يتفاجئ. وبيجمع بطلنا راسل قوة جبارة في ايده وبيوجه له ضربة وهو بيقول ألسنة اللهب نفحة الجحيم، وبيدمره حرفيا. وبنشوف نصه وهو بيبص على اللي بيحصل ومرعوب من اللي شايفه. وبنشوف بطلنا راسل وهو ماسك بقى من دماغه وشغال في ضرب، وبيقع نص على الارض ويقول خسرنا تاني، وبيمسك دماغه وبيقول هينتهي الامر بموتي. بيبص على جثة تاملة ويقول لهم انتوا السبب، انتوا السبب ايها الضعفاء الحمقى، ما قدرتوش تقضوا عليه. بيلاحظ حاجة جنب جثتها، واول ما بيبص
عليه بيقول ده الاثر الاسطوري، وبيتفاجئ ويقول في نفسه ممكن. وبنرجع لبقى وهو مفروط على الارض ووشه متدمر من كتر الضرب، وهو باصص على بطلنا راسل وبيقول له انت عايز مني ايه؟ قتلني. بيقول له بطلنا راسل مش قبل ما تجاوبني على الاسئله اللي هسالها لك، فين فريق الاستكشاف اللي كان موجود هنا؟ ويرد عليه بقى ويقول له انت سالتني قبل كده وانا قلت لك معرفش حاجه عن اللي انت بتقوله. ويفكر بطلنا راسل في نفسه بيقول يبقى هما فعلا ما كانوش يعرفوا حاجه. وبنروح لنصه وهو ماسك سلاح في ايده وفي طاقه ملعونه وبيقول انا مش هخسر تاني. بينطلق هجوم ناحيه المكان اللي فيه بطلنا راسل وبيلف حوالين بقى وبيمسكه من رقبته. وبيتفاجئ بطلنا راسل من اللي حصل وبيبص على المكان اللي انطلق منه الهجوم. وبنشوف اجزاء من الهياكل العظميه والاعضاء البشريه بترفع نصه لفوق وهو ماسك الاثر الاسطوري. وبيتفاجئ بطلنا راسل وبيقول سحر الاضحيه. بيقول بقى والحاجات اللي هجمت عليه بتلف حواليه باثر الجحيم. وبيسحب وهو بيصرخ ناحيه كومه الهياكل العظميه والاعضاء البشريه. ونشوف نصه وهو شغال يقول تعويذه، سوف اضحي بكل شيء، كل ما امتلكه، كل ما لا امتلكه، سوف اضحي بحياتي وحياه كل من معي. وبيتكلم بقى وهو بيسحب ناحيته وبيقول الوغد ده عايز مني ايه دلوقتي؟ وقبل ما يوصل له بتخرج اجزاء حاده من الهياكل العظميه وبترمي عليها بقى وبتخترق جسمه وبتقضي عليه. بتبتدي تتضخم اجزاء الهياكل العظميه والاعضاء البشريه وحواليها طاقه مشؤومه بتحوطها من كل ناحيه وبتكون غول عملاق شكله مرعب وبيفجر الطاقه الملعونه من حواليه. ويأثر انفجار الطاقه الملعونه على بطلنا راسل وبترميه لورا. وبيظهر اشعار من النظام تم تغيير مهمه القضاء على المشعوذين، اقضي على الغول العملاق. بيظهر الغول العملاق بصوت قوي وبيبص على بطلنا راسل وبيمد ايديه وبيجمع طاقه ملعونه فيها. بيوجه هجوم على بطلنا راسل وهو بيقول مخلب الجحيم. وبيتفاجئ بطلنا راسل اول ما بيشوف الهجوم ده جاي عليه وبيقول ان الهجوم ده كان تبع واحد من الاثنين اللي كانوا بيهاجموا عليه. وبنشوف الهجوم وهو رايح ناحيه بطلنا راسل، وبطلنا راسل واقف مكانه وما بيتحركش وهو شايف الهجوم جاي عليه. وفجاه بيحصل انفجار بيدمر المكان اللي هم فيه وبيتهد المكان اللي هم كانوا جواه وبيتحول لركام. وقبل ما يمشي الدخان الناتج عن تدمير المكان بتنفجر طاقه رهيبه من تحت الانقاض وبيخرج بطلنا راسل وفي ايده رمح النار. بيقول بطلنا راسل الوغد اللعين كان عايز يقضي عليا بس ما عرفش يتحكم في طاقته، وكانت النتيجه انه دمر المبنى على نفسه. واول ما بيخلص بطلنا راسل كلامه بيلاقي الانقاض بتتحرك وبيبص على المكان اللي بتتحرك فيه وبيصدم ويقول مستحيل. وبيخرج الغول العملاق البشع من تحت الانقاض وهو بيوجه هجوم ناحيه بطلنا راسل وبيقول له حياتك سوف تنتهي اليوم.